ابو زكريا هي وجع، يعني الترمز، يعني الفول النابت وعليه ليمون. يا عيني يا عيني يلي تايه في العنوان، ابو زكريا هي وجع والترمس وفول نابت يا شباب وعليه ليمون بشكل شكه ولا ايش؟ المهنه اللي بتعني لي حياتي، حياتي هي معيشاني، يعني هي فعلا هي معيشاني، يعني هذه لو وقفت لا سمح الله يعني ولا انا ولا اولادي بنعيش. وعليه ليمون. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، ايش يعني شكل؟ اهلا وسهلا بالحبايب. فبحط بزياده اللي قد العيله ويعجبهم ويرجعوا يشتريوا، يعني باثنين شيكل امن بالله انت بتعمل لك 7-8 فار وجبة عشاء بعمل باثنين شيكل. ما هذا؟ هذا لوز وليس ترمس. الله يعطيكم العافية يا شباب كلاسيه، شباب اللي عاملين بكلاسيه والمحاسب الكبير اللي بكلاسيه وعليه ليمون. يا عيني يا عيني، يعني بيغلطوا علي الناس، احيانا بتضايقوا من الصوت. اي نعم وبزعق احيانا بتضايقوا من الصوت، بيغلطوا علي وبسمع انهم بيغلطوا علي، لكن اذا بدعم العدو على الدوار هذا بدعم العدو لقدام شويه ما بترزقش. فاليوم المسامحه منيحه، يعني بعمل حالي مسامح. اهلا وسهلا عند ابو زكريا. وين يا ابو عزام؟ والله بقول لك شو مقربه. اهلا وسهلا وعليه ليمون. ابو عزام ايش يا ابو عزام؟ ايش يعني الشكل؟ اهلا وسهلا بالحبايب، هيو هان يابا، ارجع ارجع يا ابو الشباب ارجع. لعنا باليوم ولا حدث. احنا مش ان اخجل يعني عشان بيعطونا مصفوفين ابدا، ومفاهم اولادي كمان ومفاهم بناتي انه يابا اي حدا يعني الان تقول كذا قول ايش عامل، قول يا ابو زكريا بيع ترمس وفول نابت بعرفوني. فهذا شعور جيد جدا توصل بيتك بسلام وامان وتشوف اولادك حواليك وتقعد وبكون العشاء جاهز وتعشى مع اولادي 100%، بكون شعور لكل العيله عيلتي بكونوا مبسوطين.